هذه مبادرة من مبادرات التحول الوطني اللي عملنا عليها من فترة يعني طويلة، وعملنا عليها بالشراكة التامة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وعدد من الجهات الحكومية، وكان هناك في ورش عمل ودراسات تمت حول هذه المبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص مجلس غرف السعودية، والحمد لله أطلقناها اليوم. هذه المبادرة تشمل ثلاث خدمات رئيسية. الخدمة الأولى هي خدمة التنقل الوظيفي، بحيث تسمح العامل الوافد بالانتقال عند انتهاء عقد العمل أو خلال سريانه وفق شروط معينة. الخدمة الأخرى خدمة الخروج والعودة، بحيث يصبح العامل الوافد طلب الخروج والعودة وتأتي لصاحب العمل الإشعار وتتم العملية بعد ذلك حسب الشروط التي وضعتها المبادرة. والخدمة الأخيرة خدمة الخروج النهائي، بحيث يسمح للعامل بالخروج النهائي عند انتهاء عقده أو خلال سريان عقده وفق شروط وضعتها المبادرة. وهذه في كلها في مجملها تسهيل لعملية تعاقدية لجميع الطرفين. سيتم متاحة هذه الخدمات على منصات إلكترونية. خدمة التنقل الوظيفي ستكون متاحة على منصة قوى، وهي منصة التي تقدم عن طريقها خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي ستكون متاحة عن طريق منصة أبشر. هذه المبادرة طبعا جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي سبقتها وصولا إلى هذا اليوم الذي دشنا فيه هذه المبادرة. طبعا منذ العام 2013 الوزارة عملت على عدد من البرامج حتى الوصول إلى هذه المبادرة، لعل أبرز هذه البرامج هو برنامج حماية الأجور، ومن ثم تبعه مجموعة من البرامج كبرنامج توثيق العقود الإلكترونية وبرنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية، إضافة إلى برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية. جميع هذه البرامج وجميع هذه المبادرات تصب في إطار تحسين ورفع جاذبية سوق العمل السعودي، لذلك جاءت هذه المبادرة كمكمل للبرامج التي سبقتها. هذه المبادرة تسعى يعني أهداف مهمة في سوق العمل، أولها تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز تنافسيته ومرونته، وبالتأكيد حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وجعل العقد العمل هو المرجعية الأساسية في الموضوع. ستحقق هذه المبادرة أهداف أخرى مثل الحد من العمالة المخالفة وكذلك الحد من الخلافات العمالية، وكذلك ستساعد في الحد من حالات التستر التجاري، وأيضا تساعدنا في تحقيق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق سوق عمل جاذب ورفع كفاءة بيئة العمل، وأيضا تمكين الشباب السعودي من اندماج وتنمية الموارد البشرية. وسيكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى الاقتصاد المحلي والناتج المحلي السعودي بإذن الله تعالى. سيكون هناك إن شاء الله جولات تفتيشية، وسيكون بإذن الله تعالى هناك حوكمة ورقابة للتأكد من التزام المنشآت بهذه المبادرة بإذن الله تعالى.